السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم على قناة كوزين فاميلي اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم أه وجبة فطور أو عشاء خفيفة صحية بامتياز نتمنى إن شاء الله تعجبكم وتفضلوا معي باش تفاصيل الفيديو بسم الله على بركة الله غنبداو بالشوربة الشوربة ديال تشيشة غدا ناخدو هاد الكاس هدا وغدا نشلو شوية بالماء ومن بعد غنستعمل ربعة ديال الكيسان ديال الماء غدا نديرو يطيب غير شي شوية يعني غير يشد يقبط فيها شوية طيب صافي وعاد غنزيد الخضر بالنسبة للخضر اللي غنستعمل هي البورو او الكرات أه بطاطا الحلوة أه قطعها هي طريفات وغنستعمل المكور او الشوفلوغ او الكرومب كل واحد وكيفاش كيسميوه قطعوا قطع صغيره والبرو اللي هو الكرات <applause> ممكن تعودوه بالبصل الاخضر او البصل الاحمر او الابيض اللي عندكم ماشي مشكل غير هو هذا البرو هذا كيعطي واحد النسمه زوينه حتى لهاد الشوربه هادي وخلاص مع غدا نطيبها في الطين وبالمهل عرفتي جات عرفتو جات بنينه بزاف 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 انا غادي نديرها فوق من واحد المقلاس ديال بالنسبه للاخوات اللي كانوا سولوني كيفاش كنطيب يعني في الطين وفوق من هذوك لي بلاك فيترو سيراميك او لي بلاك ديال اندوكسيون ها انا خديت واحد المقلاة قديمة عندي و كنحط عليها هكا الطين ولا كنطيب في الفاخر شي مرات كنطيب في الفاخر صافي كيف كيف شفتو يعني غير كيدخلها الطياب صافي كنزيد الماء الماء ملي كتزيدوه كتزيدو يكون طايب دابا انا كنبقى نزيد بشويه بشويه لان ما بغيتش الشوربه ديالي تجيني خفيفه بالنسبه للبنات اللي متبعيني راكم عرفتوا يعني عندي هنا في الدار كيبغيو كلهم شوربه تكون ثقيله ما كيبغيوهاش تكون خفيفه صافي هنا كنزيد الخضر ديالي واللي كيجي زوين بزاف مع هاد الشوربه هو خيزو مقطع قطع صغيره غير هنا هاد النهار كانت ليا داكشي باش ما ضفتوش وبالنسبه للكرومب او لو شو بلون ما استعملتش هذيك القطعه كامله استعملت غير النص ديالها والنص اللي بقى خليته درته في واحد البواطه حتى استعملته لواحد الوصفه اخرى هنا بالنسبه للتوابل استعملت شويه ديال الفلفله حاره ملعقتين ديال الكركم او الخرقوم البلدي شويه ديال الابزار بالنسبه للابزار ممكن ممكن تضيفوا حتى الفلفل الابيض وال... وهنا ضفت حتى النافع شويه ديال النافع ومعلقه ديال الملح والملح راه كيبقى على حسب الذوق نضيف شويه ديال الملح في الاول ومن بعد حتى الاخير عاد كنذوق الا كان خاص واحد شويه راه ن... صح الذوق صافي غدا نخلط وغدا نزيد واحد الكاس ديال الماء طايب كنطيب الماء حدايا وكنحطو لان دائما الا بغيتو تزيدوا الماء في الطين المهم هاد المساله راه معروفه غنذكرها بالنسبه للاخوات المبتدئات دائما كنزيدو في الطين الماء بارد الماء عفوا ساخن تكون طايب لان الا زدنا الماء بارد والطين كيطيب يقدر يطرطق لينا وخا هاد هادو اللي كيسميوهم كي الحماس حوار كل واحد كيفاش كيسميه كي كيكون كي تقيل يعني كي ما شاء الله كيصبر كي يعني واخا ما شنو كديري ليه المهم الحمد لله انا هذا عندي من سنين ما ما كيطرطق كي ما والو يعني كيصبروا كي هذا ديال الشمال هنا بالنسبه للشريحه الشريحه راه كنرقدوها في الماء من بعد كنحلها كن نقلبها من الداخل كنزول داك الرويس اللي تيكون فيها وكيف كيف شفتوا في الفيديو يعني بحال تنزيرها في الجناب ديك البلايصه اللي ستبقى ليا تقدروا تعمروها بالشري يعني اللوز مطحون تقدروا تعمروها بزاف ديال الحوايج يعني غير بالشريحه تقدروا ديروا حليوات كيحمقوا بصراحة دابا بما ان ما كاين ملي كيكون عندي هكا ضياف ولا شي حاجه ولا بغيت نقدم يعني نزين بها شي طبق آه كندهنها بحتب شوية ديال العسل من الفوق العسل اللي كنخفو واحد شويه بالماء وكندهن بها هاد الشريحه وعاد كنثبت عليها الـ يعني اللوز او الزنجلان او صافي غنستمر بنفس الطريقه تقدروا تدهنوها حتى بزيت الزيتون الا بغيتو عاد تبتوا عليها الزنجلان او او اللوز مهم على حسب الذوق ديالكم وهنا غادي ندوز باش غادي نوجد واحد الحليوه ديال التمر هنا التمر حتى هو نفس الشيء يعني رقدته في الماء بارد وزولت له النواه وطحنته غير بالفرشاه صافي غنزيد ليه هنايا داك الزنجلان اللي بقى ليا والمكسرات اللي متوفرين عليها أه تقدروا تزيدوا واحد الطريقه ديال القرنفل انا القرنفل, عندي بالزاف القرنفل ما بقاش عندي داكشي علاش انا كيعجبني بزاف ديك النكهه ديال القرنفل مع هاد الوصفه هادي تقدروا تزيدوا لها الكاوكاو مطحون يعني بحال شكل الفرينه يكون مطحون غبره ماشي معجن أه كيجي زوين بزاف كيعطيها واحد المذاق زوين وتقدروا الا أه كنتو غتوجدوها للوليدات مثلا حتى يعني ديروا هذا الخليط هادو وهذا الخليط هذا وتمروها هكذا في أه تمروها في الـ في الـ يعني الشوكولا صافي هنا غادا نخلط مزيان وهنا رشيت واحد شويه ديال ديال الزنجلان وصافي كنستعان بواحد شويه ديال زيت الزيتون باش كتسهل عليا وغادي ندخلو ملي غادي ندوزو هكا في الزنجلان ندخلو هكذا في الثلاجه باش يقبط راسو ونقطعو انا ما بغيت نصايم مع هذا النهار ما بغيتش نستعمل الشوكولاط الاسود واخا انا راه كنحمق على الشوكولاط الاسود مهم آه دابا غادي نوجد اتاي اتاي هاد النهار آه استعملت فيه الشاي عادي وغادي نستعمل المغجولان اللي هي مردة آه مرد الدوش آه بالنسبه للاعشاب راه كل نهار كل مره وشنو كنستعمل كنحاول ما نركش على واحد العشبه وما نكثرش منها بزاف لان اي حاجه كترنا منها كتصبح مضره صافي مهم هذا الفيديو أه تلبيه للطلب ديال الاخوات اللي طلبوا مني بصراحه عاده ما تنصورش بزاف ملي كتكون هكا شي وصفات يعني عاديه راه داكشي باش مهم بما انكم طلبتوا بحال هذه الفيديوهات مره مره ان شاء الله غنبقى نتشارك معكم معكم يعني فطور جد بسيط غير كنديروا واحد المجهود شويه في لا بريزونطاسيون كيعطي في التقديم يعني كيعطيك الشهيه باش باش كتجلسي تاكلي مرتاحه صافي انا من اللي كنوجد كن هكذا الحاجه وكنوصل لهاد دي المرحله ديال التقديم صافي هذه هي المرحله اللي كنفرح فيها <applause> يعني يكون ما مي... يعني ملي كيكون عندي الوقت نقدر نبقى شحال وانا تنوجد في الحاجه صافي هنا الخبيز بالخميره البلديه رفيت تشاركتو معاكم مهم انا خليت التقديم لان بزاف ديال الاخوات طلبوا مني نوريهم حتى الطريقه ديال التقديم ان شاء الله في, في القناه غادي غادي ان شاء الله تكون بعد التغييرات يعني غادي صافي دابا القناه ولات ديالكم ديالتي دابا جميع الطلبات انا دونتها ان شاء الله وكلها غدا نلبيها وخا قناتي في الصراحه خاصه بالطبخ ولكن الانسان يعني ملي كان كأن كنبقاو دائما تنديروا نفس الموضوع الاخوات كيملوا واحد شويه وكاينه طلبات كثيره بحال انا عمرني فكرت انني ندير لكم الحنه في القناه هذا راه انت حيت نتوما طلبتوا مني هادشي خاصه دابا بزاف ديال الاخوات معايا وغير الفنات الغزالات معايا اللي معايا في, في انستغرام كيسولوني دائما كي دابا هما اللي دابا نتوما اللي اقتراحات دابا الفيديوهات العناوين ديال الفيديوهات والاقتراحات ديالكم صافي هما اللي تندير دابا بحال هذا الفيديو هذا راه نتوما اللي طلبتوه وسبحان الله انا دابا كندير هاد الشيء شحال هادي كنت كنصور غير ملي تيكون غالبا الفيديوهات اللي عندي شحال هادي كان غير ملي تيكون جاي عندي شي ضيف ولا جاي عندي شي ضيفه ولا جاي عندي شي صديقه ما كنتش كنصور لكم داكشي اليوم ديال كل نهار ولكن نتوما اللي طلبتو مني اللي طلب طلبتو مني وصفات هكذا ديال كل نهار وطلبتو مني كذلك وصفات يعني المقبلات بزاف راه باقي عندي بزاف بزاف ديال المقبلات ان شاء الله الا بغيتو مازال معاكم معكم معاكم معكم ومؤخرا جاتني عاوتاني طلبات على اطباق ديال الضيافه ان شاء الله كلشي غلب بطلبات ديال كلشي غير كل واحد يعني كل واحد وشنو عنده كل واحد والاحتياجات ديالو يعني القناه حيت فيها بزاف يعني الناس مختلفين كاين اللي كيبغي الاكل الصحي كاين اللي كيبغي الاكل ديال الضيافه كاين اللي هذا هو المصدر الرزق ديالو يعني تيدير كل الاطباق ديال الضيافه بزاف ديال الاخوات اللي متبعيني حتى هما هم كيخدموا هذه الخدمه ديال ديالهم يعني ان شاء الله طلبوا مني باش نتشارك معاهم يعني افكار جديده ان شاء الله غادي يكون هادشي كله في القناه نتمنى ان شاء الله الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم احبكم في الله الى فيديو جديد ان شاء الله استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه سلام عليكم ورحمه الله